تحب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة، بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية، اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء. ونتسهل عليك بعد أكثر، هلأ صار فيك تبعت طلبك فورا أونلاين لنتصل فيك وننصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانياتك. مرحبا فيكم بأوتو فوكس، أكيد مع سيارة جديدة رح أطلع عليكم فيها مشاهدينا اليوم من نيسان. نيسان الكيكس الطراز يلي عم بيعملها نجاح كتير كبير بالفترة الأخيرة خاصة بالسوق اللبناني بفضل ريمكو رسام نيورس موتور كومباني وكلاء نيسان بلبنان. بيترا معلوف العادة إلى جنبنا، هاي هاي جورج. كيكس عم بيكون فعلا ممتاز مع نيسان بلبنان، كمان عم شوفها كتير على الطرقات. هل بسبب حجمها بيترا السيارة مطلوبة كتير بلبنان، أو في غير أوبشنز كمان عم بنقوى زبونات فيها كرمال تكون معك حق؟ هي لعدة أسباب. أول شيء نيسان كيكس اللي عم شوفنا قدامنا هي موديل 2019، جمعت بين مصروف سيارة وكروس أوفر، كومباكت كروس أوفر، هي هيدا الترند، هيدا المطلوب هلا وخاصة فور سيتي يوز. يعني عم تاخد سيارة مصروفة كتير حلو بنفس الوقت كومباكت، ما بتاخد كتير محل بنفس الوقت من جوا، بس نفوت مليها فولي لودد، واسع السيارة، شكل فيوتشوريستيك هلا رح نكون عم نشوفها. شكل فعلا فيوتشوريستيك كتير، ديزاين معمول بطريقة كتير كتير حلوة، خاصة عم تشوف هون ناحية الخلفية مصابيح كبيرة داخلة على الجوانب، داخلة على الجوانب تبع السيارة، شوي هاتشباك بتجي من جوا مثل ما لاحظنا جورج. بنرجع إذا بنبرم شوي على الجنب تبع السيارة بنشوف الفلوتينج روف تبعها كأنه مركب على البادي الباقي تبع السيارة، هيدا اللي عطيها السبورتي بروفايل سبورتي لوك. عم نشوف كمان الألوي ويلز بيجوا تو تون، هن اللي بيعطوها ستابيلتي أكثر للسيارة وخاصة على طرقات لبنان، بيجي 17 انش السايز تبعهم. حتى فوق الاطارات في عنا هالمصر زيك تعطينا طبع رياضي للكيكس. مزبوط، الكرام اللي عم نشوفه لاين الكرام، عم نشوف اللونين البلاستيك الاسود ليحميها بنفس الوقت ليعطيها التموج الالوان الحلو، يكون كومبينيشن بديفرنت كولرز مع بعضهم. عم نشوف الفرونت جريل تبع السياره اللي بيجي فيري اجريسيف، ومثل العاده السيجنتشر تبع نيسان هي البصمه تبع نيسان اللي بتنحط على كل سياراتها. الفي موشن جريل غير انه عاطي لوك كثير حلو مودرن very attractive، بنفس الوقت بيساعد السيارة حتى تكون very smooth. اللي صار يوم signature عند نيسان، هذا اللوك العلامة مع الكروم، علامة الفرقة طبعا نيسان عن باقي السيارات لإلها. عم نشوف الفوق لايتس، ليد لايت، لايت سنسورز، واكيد رح نرجع من جوا نشوف السيارة ما ناقصها ابدا اوبشنز. ننتقل انا وياك الى داخل نيسان كيكس نعرف اكثر المشاهدين على ابرز الاوبشنز داخل السيارة. تعال على داخل الكيكس، رغم انه هي كومباكت كروس اوفر بس من جوا ما نحس ابدا هذا الشيء، بتفاجئك من جوا عن جد كثير واسعه، هيد روم مجروم ممتازين جدا وفخامه، ريحه جلد طاغيه بالسياره، حتى التابلو الامامي معمول من الجلد حسب الجريد اللي بتختار جورج. نرجع منذكر لكن عم نحكي على الوساعه تبع السياره، بتساع خمس اشخاص مرتاحين كثير، ليج روم شولدر روم مثل ما قلنا، حتى زيرو جرافيتي سيتس، هن بتقعد بتحس حالك محضون للسياره شوي عاليه حضنتك، بنفس الوقت بتمتص الستريس اللي نحن بنعيشه كل يوم على طرقاتنا خاصة مع جد سير. يس عنا الليذر سيت حسب الجريد اللي بنختاره، مع الليذر ستيرنج ويل والستيتشز الموجودين على السياره اللي عطوها اليجنس اكثر، مع الكروم فينيشنج المحطوط بكل السياره، في شيب بتبع رياضي الستيرنج ويل اكزاكتلي، بيساعد كثير حتى لما تفوت على السياره ما تضرب اجرك، بنفس الوقت يعطيك سبورتي لوك للسياره، شاشه كبيره الهدف تبعها. عنا الرير فيو كاميرا مع نافيجيشن، اكيد اكتف ستيرنج ويل من بلوتوث لاوديو كنترول، عنا الدرايف كمبيوتر اللي عم بحط لنا الكيلومتراج والاوبشنز تبع السياره لنفهم عليها شو عم بيصير. سيفتي وايز نيسان مثل العاده ابدا ما بتتخلى عن مواصفات السلامه، عم نحكي عن 2 اير باكس او 6 اير باكس حسب الجريد، اي بي اس، اي بي دي، بريك اسيست، في دي سي. عم نشوف الانتليجنت كي ايزي اكسس من برا، عنا الانتليجنت كمان ايزي اكسس على السياره، ديجيتال اي سي. السياره حلوه كثير، يعني كل الاوبشنز اللي فيها من جوا سبورتي لوك بنفس الوقت موجودين بداخل السياره. رح نتابع حديثنا معك، نرجع نحكي اكثر هلا عن محرك نيسان كيكس. تابعين حديثنا مع بيترا عن النيسان كيكس، بعد ما انتقلنا شفنا داخل السيارة صار وقت تحكي performance، نعرف كم حصان وأكيد
بتصور اربع سيلندر طبيعي اربع سيلندر 1.6 لتر بتجي 120 هورس باور يعني سياره قويه بتحافظ على مصروف بنزين حلو هي تو ويل درايف فرونت ويل يعني ما بتزحط السياره عم تجي 6 سبيد سي في تي ترانسميشن ذا نيوست تكنولوجي اللي عم تستعملها نيسان على كل سياراتها شو بيفيد بيعطيك سرعه بالسياره ات شيفتس بوينتس اوتوماتيكلي انت ما بتكون عم تلبك حالك كل مره اكزاكتلي exactly. وبتساعد بتوفير البنزين لهيك سياره سو 1.6 على هيدا البودي عم بتكون بيرفكت لطرقات لبنان ان كان بالمدينه او حتى بالطلعات الجبل هذا مطلوب لكن اليوم مصروف بنزين مع سياره باورفول وكروس اوفر هذا طلب كل واحد منا هلا بلبنان لنوضح اكثر عن النيسان كيكس نعرف شو سعرها نشوف ستارتنج برايس لهالسياره الحلوه اليوم بالسوق اللبناني جولة شاملة عم نتلاقيها بترا على النيسان كيكس من الشكل الخارجي من الداخل من ناحية البرفورمانس والسيفتي طبعا بس الأهم هو سعر السيارة الأفر السبيشال أفر على السيارة عم بيكون ستارتنج 18900 قبل التفاقة والتسجيل رح يتفاجئوا الكل بهيدا السعر للسيارة بهيدا الحجم هالقد ترندي وحلوة وهالقد فيها أوبشنز مهمين عم نحكي جابانيز كار أكيد اكزاكتلي بالنهايه هيدي عم تاخذ نيسان من ريمكو وريمكو بالتحديد عم تقدم هلا رير فيو كاميرا مع نافيجيشن تاتش سكرين على كل سياره كيكس بتجي بتاخذها من عنا سو استفيدوا بهيدا الاوفر لانه فور ليميتد تايم اند على ليميتد كوانتيتي اكيد مقفوله على اربع سنين او 100,000 كيلومتر اللي بتسبق وفيهم يعملوا تست درايف على السياره نحن موجودين بالدبي شياح فردا بعقلين والديلرز بكل الاراضي اللبنانيه شكرا بترا ميرسي وجود لك أكيد كيكس ونيسان بشكل عام اليوم بسوق لبناني بعرف عم تكون منافسة كبيرة بس هالسيارة بس عم نقدر نكون نمبر 1 ببيع على هاي السيارة لأنه جمعنا بين السعر والشكل الحلو بالنهاية ما عم تشرح الأشياء عم تشتري نيسان بنشوفك أكيد بحلقة مقبلة بكرة حلقة جديدة وسيارة جديدة مشاهدينا أكيد على MTV إلى اللقاء حابب تشتري سيارة جديدة من لبنان السعودية والإمارات بطريقة سهلة بدك تحصل على أفضل سعر وأوطى فايدة مصرفية اختار سيارتك المفضلة على wheelers.me ورنا بأجدد العروضات من باقي الوكلاء ونتسهل عليك بعد أكثر هلأ صار فيك تبعت طلبك فوراً أونلاين لنتصل فيك ونتصحك بالسيارة اللي بتناسب ذوقك وإمكانية